نظم التحالف الوطني للعمل التنموي بمحافظة الوادي الجديد حملة للتبرع بالدم، وذلك لصالح الجرحى والمصابين من أبناء غزة. تهدف الحملة إلى مواصلة تقديم المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني. احنا بنشارك طبعا اخواننا الفلسطينيين في حمله التبرع بالدم تضامنا مع اشقائنا في غزه، وطبعا ده تضامن من الشعب المصري مع حمله التبرع بالدم لاشقائنا في فلسطين. احنا جايين نشارك وندشن حمله التبرع للدم لاهل فلسطين. زي ما احنا عارفين دايما بنقول ان قطره الدم تساوي حياه، امه واحده ووطن واحد. نتبرع بالدم لخدمه اهالينا في غزه، وحاليا الحمله متواجده بمقر ديوان عام محافظه الوادي الجديد عشان خاطر طبعا النهارده يوم عمل، فبنحاول ان احنا نوفر جهود على الموظفين بالمحافظه. احنا النهارده في حمله رائعه جدا لمسانده اهالينا في فلسطين ولدعمهم، وهي حمله تبرع بالدم، واحنا كلنا بندعي لهم بفك الكرب.